رفقاتي الحلوين، أهلا وسهلا فيكم بجمعية شهد قسم الدعم النفسي الاجتماعي. اليوم ببرنامج الحق في اللعب رح نلعب لعبة بناء الهرم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكوا كل شي جديد. الهدف من لعبتنا لليوم هو تعزيز روح الدعابة والسعادة لدى الأطفال. الأدوات اللازمة لحتى نلعب لعبتنا الحلوة هن أكواب بلاستيكية أو كرتونية. رح نطلب من ماما تعطينا كاسات يا بلاستيك يا كرتون المتوفر عنا بالبيت. وبعد ما نحضر الأدوات رح نطلب من أفراد عائلتنا الحلوة إنه يلعبوا معنا. رفقاتي الحلوين، مثل ما عم بتشوفوا أنا ومرام عم نلعب سوا. شوفوا كيف صفينا الكاسات وهلأ عم نبني الهرم. يلا أسرع أسرع أسرع، مين رح يخلص قبل؟ مين رح يخلص قبل؟ أنا خلصت قبل. رفقاتي الحلوين، وهلأ إجا وقت أسئلة النقاشات. عجبتكم اللعبة؟ مع مين لعبتوا اللعبة؟ شو كان عم بعمل كل واحد منكم خلال اللعبة؟ وشو تعلمتوا من هاي اللعبة؟ رفقاتي الحلوين لا تنسوا تخبروني. أحبائي الأطفال، شكرا على حسن المتابعة. إذا عجبتكم اللعبة الرجاء اشتركوا بقناتنا وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.